بالقصر الرئاسي لاكاسر وصدى ببونوس ايرس استقبل رئيس الارجنتين ماوريسيو ماكري مساء امس الثلاثاء السفير الجديد للمملكه السيد ياسر فارس الذي سلمه اوراق اعتماده كسفير لجلاله الملك لدى الارجنتين. وخلال هذا الاستقبال نقل السيد فارس الى الرئيس الارجنتيني تحيات صاحب الجلاله الملك محمد السادس معربا له عن متمنيات جلالته للشعب الارجنتيني بتحقيق المزيد من المنجزات على درب التقدم والازدهار. وأكد الدبلوماسي المغربي خلال هذا الاستقبال رغبة المملكة في مواصلة تعزيز العلاقات الممتازة التي تجمع بين الرباط وبونوس ايرس والرقي بها إلى أفضل المستويات. وبهذه المناسبة أبرز الرئيس الأرجنتيني العلاقات الممتازة التي تجمع بين البلدين مشيرا إلى أنه يتعين تعزيزها بشكل أكبر لا سيما على مستوى المبادلات التجارية والاستثمارات. وعقب هذا الاستقبال وضع السفير المغربي إكليلا من الزهور أمام تمثال الجنرال والمحرر خوسي دي سان مارتين الواقع قبالة مبنى وزارة الخارجية، وذلك على إيقاعات موسيقية أدتها الفرقة المعروفة محليا باسم غرانديروس أكابايو الجنرال سان مارتين التابعة للجيش الأرجنتيني والتي تتطلع بمهام الحرس الرئاسي ووظائف بروتوكولية أخرى.